المهم السلام عليكم الخوت، ما شاء الله عندي هاد التوني هذا ديال ود الاخ ديالي سميتو وائل، ويمكن نخدا هاد التوني هذا مكتوبه فيه كريزمان، ونحيد منه ان شاء الله هاد كريزمان هادي، وغادي نطبع له الاسم ديالو وائل. كاين حيت دابا راكم عارفين ما يمكنش ليا نحيد هاد الطبعه هادي، غادي نغطيها نكاشيها وغادي نطبع فوق منها ان شاء الله وائل، وهاد الطريقه هادي مزيانه تبقاو تستعملوها. المهم هانتوما كيما كتشاهدوا معانا، كنت صايبت لها هادي، مصايبه لها اكبر من العبار ديال الطبعه بواحد نص سنتي. المهم نحاولوا نطبعوا بهاد البلومارين هذا، ونعاودوا نطبعوا له الاسم بالصفر باش ما تجيش معيقه، ما تجيش باينه بزاف. ثم كما تشوفوا ويمكن نشفوها دي، ممكن نشفوها مزيان راكم عارفين، باش نعاودو نطبعو الطبعة الأخرى، ما تنسخش لنا فوق الصباغة ولا شي حاجة. المهم هاهو دابا نشفات، ان شاء الله غنطبعو على الاسم ديالها بالصفر. المهم راه كيبان واحد شوية، وخا هكاك راه كيبان بلوماري. ملي كيكون عندي غير توني واحد ولا بياسه وحده، مكنحتاجش ندير ليه الريكلاجات ديالو، صافي كنخدمهم غير هكا غير بالعبار ديال العينيه وصافي. المهم هانتو معايا، هاهي كطلع مزيانة ناضية فينيا اسم. المهم كتولي تبان الزواقة بحالا راها في التوني، ماشي شي حاجة مكتجيش عايبة. وما الطريقة مزيانة تبقاو تغطيو بها الأسماء، إذا كان شي واحد يبغي يكتب شي اسم في التوني ويكون الاسم مطبوع، تقدر ديرلو هاد الطريقة هادي، تغطيه بالبلاكة ديالو وديرلو الطبعة ديالو. ممكن تمنى من الله تكونوا كتستافدوا منا، وهادشي اللي كاين هذا هو المضمون من هادشي كامل.